وحلقتنا وهنبدأها معاكم، لكن بعد ما نشوف تقرير عن رسالة الفن الراقي واللي كانت دافع لفتاتين من محافظة اسكندرية. الحقيقة هم دربوا فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة على فن الباليه، ودمجوهم في تدريبات وعروض مع فتيات أسوياء عشان يأكدوا أن الفن لغة تواصل للجميع دون اختلاف. خلونا نشوف التقرير ونرجع ليكم مرة تانية. أنا نجمة كبيرة، كفراشات تنتقل من غصن إلى غصن وبخطوات وثقة تكاد تطير من فرط الرشاقة، يتمايلن على الإيقاع ويحتضن أنغام الموسيقى الكلاسيكية زهرات ربيع تتفتح على أغصان الباليه ليحققن حلمهن الذي لم يعد مستحيلاً حتى لو كنا من ذوي القدرات الخاصة. هايدي كان عندها خبرة في التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات، عرضت عليا فكرة إن إحنا ندخل عندنا الأطفال من ذوي الاحتياجات في الكلاسات مع الأطفال العادية. لما تعرضت عليا الفكرة في البداية ما خفتش خالص، بالعكس شجعتها جدا، كنت حابة إن أنا الفكرة دي تتطبق بشكل صح عندنا. حبيت جدا ان انا ادعم الاطفال دي، لان انا بحس ان دايما ان هم ممكن يكونوا مهمشين شويه في المجتمع، فكنت حابه ان انا اعرف هيقدروا يعني يستوعبوا الباليه بشكل عادي ولا لا. اول مره لما جم اتمرنوا معايا كنت فرحانه قوي، ما حسيتش باي اختلاف. انا بحب اصحابي من ذوي الاحتياجات وبحب ان انا اساعدهم، بحب يعني ارقص معاهم. انا زي اي حد بحب الباليه قوي. فتاتان من مدربات الباليه قررتا أن تحطما الصورة النمطية لراقصات هذا الفن بكل تفاصيله، فاحتضنتا فتيات من ذوي القدرات الخاصة ليتعلمن الباليه ويجدن فنياته، بل ويندمجن معهما في عروض مبهرة تضم الجميع على حد سواء وهن يمارسن هذا الفن الراقي. البنات في البداية لما جم كانوا عندهم خوف شوية، وكانوا لسه برضو ما عندهمش ثقة بنفسهم قوي، بس بعد طبعا التدريب وبعد لما قابلوا صحباتهم من أطفال أصحاء يعني ابتدى ان مستواهم يتحسن جدا، ثقتهم بنفسهم عليت جدا، بقى عندهم رشاقة أكتر، بقوا سوشيال أكتر، اجتماعيين أكتر. اتعلمت من صحابي اللي عندهم زي الاحتياجات ان انا يبقى عندي إرادة ومفيش حاجة توقفني. أنا بعرف أعمل أي حاجة. أنا بحب أرقص باليه. أحلى حاجة في الموضوع العلاقة ما بين البنات الأسوياء والبنات من ذوي الاحتياجات. دايما بحس إن هم خايفين على بعض، بيحبوا بعض، بيساعدوا بعض، بيشجعوا بعض جدا. ما حسيتش أبدا إن في واحدة بتفرق عن صاحبتها، لا بالعكس كلهم واحد. نساعد بعض، وممكن ساعات إن هم يعني هم أنا بحركة وعملها غلط وهم يصلحوها لي أو يساعدوني فيها. يقول الجسد أحيانا ما تعجز عنه الكلمات، جمال في الحركة وإبداع في التعبير ودقة في الأداء وامتزاج بالموسيقى، تلك هي الحكاية التي تبدأ من هنا، من امتزاج الحلم والإرادة معا كراقصي باليه على مسرح الحياة. البنات من ذوي الهمم يستحقوا فرصة حقيقية، لأن هم موهوبين جدا وشطار وزيهم زي أي حد. أنا أحلامي كتيرة. خلود محمود، NBC مصر.